نروح للغردقه نروح للغردقه والغردقه كان فيها لقطات جميله قوي لاثنين عروسين من روسيا قرروا ان هم يتجوزوا وطيران على الغردقه علشان يحتفلوا بفرحهم على شواطئ الغردقه البحر الاحمر الغردقه من اجمل المدن مدن البحر الاحمر الحقيقه الميه فيها مميزه جدا وحلوه جدا واعتقد ان العروسين يعني لما فكروا ان هم ييجوا يحتفلوا هنا ويعملوا الصور دي وانت عارف يا صور الزفاف بتبقى صور العمر كله صحيح. ما بتتكررش تاني فهم اختاروا السبوت او المكان ده عشان ياخدوا فيه صور لفرحهم. طبعا المقاصد السياحيه المصريه مقاصد مهمه وهي مقصد للأوروبيين وتحديدا السياحه الروسيه والسوق الروسي في السياحه الع العروسه والعريس ارتدوا لباس او يعني هدوم الفرح وطاروا الى الغرداء علشان يتصوروا هذه الصور تحت الشمس الساطعة في مدينة الغرداء صحيح مش دي أول مرة دايما الأجانب الروسيين الروس أو الأوروبيين عموما بيختاروا إحدى المدن السياحية في مصر الغرداء وشرم الشيخ تحديدا في الشتاء وفي الأقصر كمان وفي الأقصر طبعا آه آه علشان يحتفوا بمناسبتهم السعيدة لا سيما لو كانت مناسبات زفاف أو حفل زواج